بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما: أفنينا سنين كقصة. معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماكي غلوتي عليك. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماكي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بتوجه بالشكر لكل مشاهد ومشاهدة يتواصلوا معنا، سواء عن طريق إرسال خطابات أو بيتصلوا بالتليفون أو برسائل SMS التليفونية أو بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com. من ضمن الرسائل القيمة اللي وصلت لينا على موقع البرنامج رسالة من أختنا ليديا من الجليل بفلسطين، بتقول: أنا من الجليل وأنا معجبة بالبرنامج، شكرا ليكي، بعت علشان نصلي لأجلها لكي يكمل الرب معي ومع عائلتي لكي نعمل مشيئة الرب. يا لها من طلبة رائعة طلبتها المشاهدة ليديا، وطلبتي أنا كمان وبيتي وعائلتي وكل المشاهدين أن نعمل مشيئة الرب في حياتنا. وكمان بتقول: أريد أن تصلوا لأجل الخدام في كنيستي لأنهم بيتعرضوا لظروف صعبة. أمين، احنا بنوعدك ونرجو من كل المشاهدين أن يصلوا لأجل هذه الكنيسة، ونوعدك ان احنا كمان نصلي لاجلك. قصتنا النهارده قصه جميله لانها من كلمه الله، من الكتاب المقدس. قصتنا بعنوان اشفي المنكسر القلوب، والقصه ماخوذه مما حدث مع ربنا يسوع المسيح في انجيل لوقا او اصحاح 4. اقرا معايا، وان ما عندكش كتاب مقدس ارسل لي، سارسل لك كتاب مقدس هديه مجانيه. وجاء المسيح إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. عنوان برنامجنا أشفي المنكسري القلوب. لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. ابتدأ يقول لهم إنه اليوم تم هذا في مسامعكم. وبعدين قال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل: أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر نحوم فافعل ذلك هنا. عدد 29: فقاموا أخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل. عايزين يرموه، عايزين يموتوه، أما هو فجاز في وسطهم ومضى. أشفي المنكسري القلوب. رب يسوع المسيح في بداية خدمته ذهب إلى المدينة التي تربى فيها الناصرة، ودخل المجمع وادوله سفر أشعياء. ما كانش كتاب زي كده، كان زي يطوى يعني كده. فتح السفر على أشعياء 61، المكان اللي فيه مسحة الرب، وبدأ يقرأ لهم المسحة السباعية، قرى منها 6 أجزاء، والحاجة السابعة اللي هي بيوم انتقام لإلهنا ما قرهاش، وطوى السفر. قارن أشعياء 61 بلوقا 4 وجلس، وقال لهم: على فكرة أنتوا بتقولوا لي أيها الطبيب اشفي نفسك، اشمعنى بتعمل معجزات في كفر نحوم ومش بتعمل معجزات هنا في الناصرة؟ يعني زي عارف يقول لك زي النخلة اللي بتدي بلح في عند الجيران، نخلة وحشة زي، وهكذا، عارف الكلام ده. وبعدين الرب يسوع اداهم مثلين، قال لهم: على فكرة في ايام ايليا النبي ولا ايليا راح لاي واحدة يهودية، لكن راح لمرأة أممية من صرفة صيدا، وايام اليشع ولا شفى ولا واحد ابرص يهودي، لكن شاف نعمان السريان الأممي. وعلى فكرة نعمة ربنا ظهرت. اتغاظوا جدا وجم علشان يرموه
من على قمة الجبل، رغم أنه ذكر ليهم مسحته العجيبة روح السيد الرب علي. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، سأستكمل معك قصتنا الرائعة النهاردة، أشفي المنكسري القلوب، بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الحلوة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. فابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. وهكون حتى ولو اسمي بينداس، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، حتى ولو قالوا عني كلام، حتى ولو صدفتني آلام، هفضل صامت فيك، أنا متمسك بيك، هفضل صامت فيك يا يسوع، أنا متمسك بيك، يكفي حياتي إن أنت معايا، هرمي العالم كل ورايا، يكفي حياتي ان انت معايا، هرمي العالم كل ورايا، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، حتى ولو نسيوا الخلان إني أخوهم بعد كمان، هرمي بحملي عليك، أصرخ وأنا بناديك، هرمي بحملي عليك يا يسوع، أصرخ وأنا بناديك، أنت الخل الوفي ده كفاية، بلقى في حبك ليا حماية، انت الخل الوفي ده كفاية، بلقى في حبك ليا حماية، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، غدر ومر كله منين، خايف اقولها ازاي خاينين، علمني يا رب يا سامح، وانسى الحرف الجارح، علمني يا رب يا سامح، وانسى الحرف الجارح، وافضل ناظر لي قدام، وفي حبك رح عيش أيام، وافضل ناظر لي قدام، وفي حبك رح عيش أيام، وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس. قصتنا النهاردة بعنوان أشفي المنكسر القلوب. حينما ذهب المسيح إلى مدينته الناصرة اللي تربى فيها، قال لهم كلام حلو، بس هم كانوا عايزين يرموه من الجبل، وكانوا بيسخروا منه وبيقولوا عليه كلام وحش، أيها الطبيب اشفي نفسك. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، عايز أشاركك في عجالة في هذا الجزء الغالي جدا على قلبي، الجزء ده غالي على قلبي، وأتمنى أنه يكون عليه غالي على قلبك، في ثلاث أفكار محددة. الفكرة الأولى عن الرب ورفضه، الكلمة الثانية عن الرب ومحاولة قتله، ثم الكلمة الثالثة عن الرب ومسحته. الرب ورفضه، رفضوه أهل بيته، رفضوه أهل بلده، رفضوه. مكتوب إلى خاصته جاء وخصته لم تقبله. أنا عايز أطبق عليا وعليك، هل تعرضت للرفض؟ يمكن بالذات بسبب إنك بس بقيت مسيح حقيقي، ممكن بيتك رفضك، ممكن أهلك رفضوك. كتير ناس بيرفضوهم، بيعتبروهم إنهم بقوا متعصبين، بقوا متزمتين، إزاي يبطل يشرب خمور معاهم ويسكر، إزاي يبطل ياخد مخدرات أصحابه. الرب يسوع لما رفضوه ما قالهمش كلام واحد، لكنه أظهر نعمته، اتكلم عن النعمة اللي اتجهت من إيليا إلى
امرأة صرف الصيدة، ومن أليشع إلى نعمان السورياني، وكأنه بيقول لهم في رفضكم لي أنا بتجه للنعمة، إذا رفضت اظهر النعمة. الفكرة الثانية الرب ومحاولة قتله، جابوه من على عايزين يرموه من على الجبل، بس هو عنده قوة عظيمة لأنه هو الله الظاهر في الجسد، اجتاز في وسطه. ليه؟ لأنه ما كانش ممكن يموت في الوقت ده، كان ليه ساعة هيموت فيها هي ساعة الصليب. فعايز أقول لك ما تخافش، مهما اضطهدوك، مهما حاولوا يحطموا حياتك، مش هيحصل إلا في الوقت المحدد من الرب، سينقذك الرب وستجتاز في وسطهم. لا تخف، اجتاز المسيح في وسطهم ولم يؤذى. لكن في عجالة، عايز أقول لك ركز معايا في السباعية الجميلة في عجالة، طبعا برنامجنا صغير، ما هي مسحة المسيح؟ أتمنى أن تكون حياتك أخويا المسيح الحقيقي، أخت المسيحية الحقيقية زي الرب. واحد، أبشر المساكين. المسيح أغلب حياته كان مع الغلابة، هل تذهب للفقراء؟ قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأكثر. عشان تستفيد من الرب أشعر أنك مسكين. لو قلت لا أنا أحسن من غيري وأنا بروح الكنيسة وأنا أحسن بتوع الكنيسة، مش هتستفيد. أشعر أنك مسكين، إلى هذا أنظر إلى المسكين. طوبى المساكين بالروح. تاني حاجة، أشفي المنكسر القلوب. في دكاترة بتوع أمراض نفسية، سيكاتري، اسمع دي في ودنك أرجوك، لا يوجد ولن يوجد طبيب اسمه طبيب القلب المكسور إلا واحد وحيد، اسمه الرب يسوع المسيح. قل له يا دكتور يسوع المسيح، أيها الطبيب العظيم اشفيني، أنا قلبي مكسور بسبب الهجران، ناس هجروني بسبب الخيانة، ناس خانوني بسبب ناس ماتوا بسبب فشل في الشغل. يشفي قلبك المكسور. تالت حاجة في مسحته، قال روح الرب علي لأنه مسيح، أبشر المساكين، أشفي المنكسرين القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، الناس اللي إبليس أسرهم. إذا كان إبليس أسرك، يسوع يحررك. حاجة الرابعة، للعمي بالبصر. إذا كنت مش عارف بعد الموت هتروح فين، شعر الدنيا ضلمة، تعالى يسوع ينور حياتك. حاجة الخامسة، أطلق المنسحقين. عارف اللي بتقع عليهم عمارات ولا حاجة ينسحق، إذا أنت منسحق يشيل يشيل الحمل، تعالوا وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والحاجة اللي بعد كده، أكرز بسنة الرب المقبولة. حاجة السادسة، النهاردة يوم خلاص، إن انتهت حياتي تخلص سنة الرب المقبولة، إذا جاء المسيح المجيء الثاني تخلص سنة الرب المقبولة. فالآن وقت مقبول، الآن يوم خلاص، اسمع صوت الرب وودي حياتك للمسيح وابدأ حياة جديدة معه. والمسيح بحب شديد مرضيش يقول لهم المسحة السابعة يوم انتقام لإلهنا، هيجي يوم المسيح هو الديان، مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول. هل تمتعت بمسحة المسيح؟ قل له يا رب أنا جاي لك، تعالى اشفي قلبي المكسور. أنا يا رب اتحطمت كتير، ناس خانتني، أنا جوايا جروح غائرة أصعب من جروح الجسد، أبدأ معك حياة جديدة، أتركك في رعاية الله، أتركك بين إيدين المسيح القدير ليشفي قلبك المكسور، فتعيش أجمل وأروع قصة شفاء، قصة حياة في حياتك، في قصة مع الرب يسوع الطبيب الأعظم. الرب يسوع لما رفضوه ما قالهمش كلام، لكنه أظهر نعمته، مهما اضطهدوك، مهما حاولوا يحطموا حياتك، سينقذك الرب وستجتاز في وسطهم. لا تخف، لا يوجد ولن يوجد طبيب اسمه طبيب القلب المكسور إلا واحد وحيد، اسمه الرب يسوع المسيح. قل له يا دكتور يسوع، أيها الطبيب العظيم اشفيني. وهعيش حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس، حتى ولو نسيوا الخلان إني أخوهم بعد كمان.